فرسانة متطورة ومعقدة وتكتيكات تؤمن التفوق العسكري اليمني في البحر الأحمر وسط فشل أمريكي أوروبي في حماية مصالح العدو الصهيوني في ظل العمليات اليمنية. صحيفة جيروزاليم ستراتيجيك تريبيون الصهيونية استوقفتها القدرات اليمنية المتطورة، مؤكدة أن القوات اليمنية تستخدم صواريخ باليستية متطورة مضادة للسفن ومسلحة بجهاز استشعار كهروضوئي يمكنه فتح عينيه حد تعبيرها والتصويب بمجرد وصوله إلى نطاق السفينة المستهدفة. الصحيفة أضافت أن القوات اليمنية تستخدم ما يعرف بتكتيكات الإشباع، ما يؤمن لها الحصول على التفوق العسكري من خلال التغلب على القدرات الدفاعية للطرف الآخر عبر إطلاق عدد كبير من المسيرات في وقت واحد. ووصفت الصحيفة التهديد اليمني بتوسيع نطاق الهجمات لتشمل المحيط الهندي بالشجاعة، إذ إن التصعيد جاء رغم الوساطات التي لجأت إليها واشنطن لإيقاف الهجمات البحرية. وأكدت جيروزاليم ستراتيجيك تريبيون أن العمليات العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة ضد اليمن أثبتت عدم فعاليتها على الرغم من أن الحرب البحرية الحالية غير متكافئة. من جانبها شددت مجلة The National Interest الأمريكية على أن لدى اليمنيين ترسانة أسلحة متزايدة التعقيد وأنهم أصبحوا قادرين على تعقيد العمليات للسفن الحربية الحديثة كحاملات الطائرات الأمريكية مثلاً. وأضافت أنه رغم القوة النارية للبحرية الأمريكية وهجماتها المتكررة فالقوات اليمنية لا تزال متماسكة وتؤدي هجماتها بانتظام. اقتصادياً جدد موقع كالكاليست الإسرائيلي التأكيد على استمرار خنق الاقتصاد الصهيوني نتيجة للحصار الذي فرضه اليمن على العدو تضامناً مع غزة وأسناداً لها. وقال الموقع إن القوات اليمنية جعلت نقل المركبات أكثر تكلفة نتيجة لارتفاع تكاليف النقل والتأمين.